بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا لسه في اول المظاهرات، يعني اتمنى ان تكون سلميه. احنا عبرنا في الخطبه عن مطالبنا، احنا بنحمي الشرعيه، بنطالب بالاستقرار، بنطالب بعدم زعزعه الامن، بنطالب بتشكيل لجان شعبيه لحمايه المنشات، بنطالب بتفعيل القانون امام المخربين، بنطالب بان مفيش مصري يرفع السلاح على مصري ولا مصري يقاتل مصري اطلاقا، وان ثورتنا سلميه كانت وستبقى سلميه ان شاء الله. ايه رايك حضرتك في اللي دعا ليه النائب محمد حامد في المظاهرات عند المنصه في مدينه نصر؟ والله الاخ محمد ابو حامد كل بيان بيطلعه بيبقى ليه دعوه مختلفه عن اللي قبله. يعني احنا قرانا في الاول، والله اعلم هذا البيان هو قاله ولا منسوب اليه ولا ايه، قرانا انه عايز يخرج لحرق مقرات الاخوان، هذا الامر نرفضه. ثم قال انه خارج لرجوع الاخوان المسلمين للسجن مره اخرى، وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي، وهذا الامر ايضا نرفضه لانه خروج على الشرعيه والاطاحه برئيس انتخبه 13 مليون. مؤخرا قال احنا خروجنا خروج سلمي، وهيكون اعتصام في العباسيه بشكل سلمي او عند قصر الرئاسه، ولا نطالب باقاله الرئيس. هذا الامر اذا كان خروج للتعبير عن الراي بشكل سلمي نحن لا نملك ان نعترض عليه. ثم قال بعد ذلك انه لو المساله كبرت والثوره نجحت بتاعته، وهي طبعا استحاله تكون ثوره، لان الثوره اللي لازم ان يتفق كل الشعب على هدف هذه الثوره، انما ديت مظاهره عاديه او مليونيه عاديه او وقفه احتجاجيه لا يطلق عليها ثوره. لكن هو قال اذا نجحت هنطالب بتشكيل مجلس رئاسي يكون منهم الدكتور محمد مرسي. هذا الأمر أيضا نرفضه، لأن مجلس رئاسي معناها إسقاط الشرعية، معناها خروج على الشرعية، فهذا الأمر نرفضه. فكل بيان بيطلعه له رد غير الرد على البيان اللي بعده. فأتمنى أن هو يستقر وأن هو يهدأ، وانه اذا كان يعني مش عاجبه دكتور مرسي خلاص اسقاط الرئيس المنتخب تكون بانتخابات اخرى، ينتظر حتى تاتي الانتخابات القادمه وينتخب شخص اخر او يترشح هو اذا اراد او ما الى ذلك. هذه هي الديمقراطيه التي نريد ان نتعلمها جميعا وان نفعلها جميعا ان شاء الله. الاعتصام السلمي حق مكفول للجميع، من حق اي حد ينادي بالمطالب اللي هو عايزها طالما ان هي بشكل سلمي. إذا خرجت عن إطار السلمية يتعامل معها رجال الشرطة وفقا للقانون. لكن أنا أتمنى أولا أن هم ما يخرجوش عن السلمية في أي مكان في مصر. أتمنى ثانية إذا خرجوا عن السلمية أتمنى على رجال الشرطة أن يتصدوا لهم وفقا للقانون بدون إراقة دماء، لأن دم المصري غالي علينا جدا، سواء من شخص متفق معنا في الرأي أو من شخص مختلف معنا في الرأي. هو في النهاية مصري، وهي في النهاية دماء مصرية، وفي النهاية هو اختلاف سياسي، مش خلاف حرب ولا خلاف طائفي ولا خلاف إن احنا في معسكرين ولا حاجة، هو خلاف سياسي زي أي خلاف سياسي. أتمنى أن يبقى في إطار الخلاف السياسي، ما يخرج عنه إن شاء الله.